الحديث إذن عن المخاوف من تكرار الاقتحامات في القدس والإدانات الدولية للانتهاكات الصهيونية، معنا من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينش، مرحبا بك. إذن في أي سياق يمكن فهم السياسة التي تتبعها قوة الاحتلال في القدس والمخطط الذي تتبعه مع تكرار الاقتحامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ الكريم وللمشاهدين عبر الأثير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأيضا تحية للمجاهدين المرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذين تتكسر عند إرادتهم كل المشاريع الصهيونية ومشاريع المطبعين أيضا. الحقيقة أن الكيان الصهيوني يسعى من خلال هذه الاقتحامات إلى إرضاء، أولا إرضاء اليمين الصهيوني، وفي نفس الوقت هو يريد تثبيت حقائق على الأرض. عنوانها الرئيس هو تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، وهو مخطط كان يسعى لتطبيقه منذ سنين طويلة. هو يعتقد أن الآن هو وقت مناسب، ولكن لم يكن بحسبانه أن هناك شعب صامد وهناك مرابطين وهناك مضحين لا يضرهم من خذلهم، وهم في رباط إلى يوم الدين، وهم رجال القدس الذين أثبتوا وأفشلوا في كل مرة المخططات التي يسعى الكيان الصهيوني. الحقيقة أن هذه الاقتحامات في هذا التوقيت، كلنا يعلم أن هناك تزامن كان بين عيد الفصح ورمضان، وهذا الأمر الحكومة بنت هي في اختبار ليس سهلا، لأنها من جهة مدعومة من اليمين المتطرف أقصى اليمين، وتريد أن ترضيه لأنه هو الذي يحافظ على وجود هذه الفسيفساء في حكومة الكيان الصهيوني، وفي نفس الوقت هو لا يريد أن يكون هناك تصعيد في شهر رمضان، لأن هناك حالة عالمية متمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وهو لا يريد وحسب التوصيات الأمريكية أن تنحرف بوصلة العالم إلى بؤرة صراع أخرى، وبالتالي هو يريد أن يوازن بين هاتين الحالتين. وفي نفس الوقت طبعا الكل يعلم أنها حكومة مهددة في أي وقت، لأن أي خلل في ميزان التحالفات في تركيبة هذه الحكومة سيؤدي إلى سقوطها، وسيعود نتنياهو بمشروعه المتطرف مرة أخرى. أستاذ محمد، يعني إقليميا الأردن مثلا طلب بصياغة موقف دولي، كيف يمكن صياغة برأيك أدوات يعني مؤثرة في ظل توجه الاحتلال لتكريس التقسيم الزماني والمكاني لمدينة القدس؟ الحقيقة أن الموقف الإسلامي والعربي يجب أن ينبع من أن هذه قبلة المسلمين الأولى، وأن هناك احتلال جاثم على صدرنا جميعا، ويجب أن يلجم هذا الاحتلال، ويجب أن يكون هناك مواقف واضحة للدول الإسلامية والعربية تجاه هذا الكيان الصهيوني، وأن يكون هناك رفض، لأن هذا الكيان بصراحة لا يريد في نفس الوقت أن يخسر ما حققه من إنجازات في عملية التطبيع، وفي نفس الوقت نحن نقول لكل من طبع هذا هو الاحتلال وهذا هو وجهه الحقيقي. الأصل أن اليوم هذه الحكومة تتراجع عن الخطوات التي قدمتها مجانا لهذا العدو في عملية التطبيع. أنا أعتقد هذه الرسائل إذا وصلت للكيان الصهيوني فإنه سيتراجع عن كل ما يريد أو يخطط له، وحتى الرسالة التركية عفوا أيضا، الرسالة التركية في هذا السياق أيضا. طبعا تركيا أيضا كانت من الدول التي قدمت خطوات في موضوع التطبيع، وأنا أعتقد وكلنا كان يعلم أن هذه الخطوة لم تكن موفقة في توقيتها، لأن الكل كان يعلم أن هناك تصعيد سيتم في رمضان، وكل من له علاقة بفلسطين أو مطلع على ما يجري في القدس تحديدا كان يتوقع أن يكون هناك تصعيد، لأن الكل يعلم أن هذه حكومة يمين متطرف ولن تفوت فرصة عيد الفصح من أجل ذبح قرابين الأساطير التي يدعونها. وهناك قوة إسلامية موجودة صلبة متمثلة، هي صحيح عزلاء عن السلاح ولكن تملك الإيمان في صدورها، ومستعدة لبذل الغالي والنفيس من أجل إحباط أي مخطط يمس بالقدس والمسجد الأقصى، وبالتالي كان هناك متوقع أن يكون هناك تصعيد في رمضان، وبالتالي أي خطوة كانت في موضوع التطبيع كان الأصل أن لا تتم، لأن هذا الكيان هذا هو وجهه الحقيقي، وجهه القبيح
لا يمكن أن يكون هناك إرضاء بأي شيء. هو لا يريد حتى موضوع حل الدولتين، هو رفضه، وحكومة بنت صرحت لا يريد أي حوار مع أي فلسطيني، وبالتالي أي تطبيع مع هذه الحكومة لن يخدم أبدا الشعب الفلسطيني كما هو. إذن الشعب الفلسطيني يعني هذا الثبات الذي أبداه المحاصرون والمعتكفون في القدس، إلى أي مدى أسهم بتغيير حسابات سلطات الاحتلال التي لا تزال تصر على رواية وجود من سمتهم مشاغبين؟ وهل ممكن أن تتطور يعني الأمور وتتكرر بيشبه ما حصل في رمضان من العام الماضي في عملية سيف القدس الأخيرة؟ يا سيدي أنا اسمح لي بس أعطيك رأس القصة تفضل. كيف بدأ، لأن هذا أمر مهم، لأن الكيان الصهيوني كان قد صرح بأنه لن يكون هناك تصعيد في رمضان. هذه الرسالة أوصلها هو لكثير من الدول التي اليوم تتواصل مع قيادة المقاومة وتطلب منها التهدئة. الذي جرى أنه بالأمس أن قوات الكيان الصهيوني اقتحمت المسجد الأقصى الساعة 5 فجرا، دليل على أنهم ينوون تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين من أجل السماح للمقتحمين الصهاينة بالدخول، وبالتالي حصلت المواجهات. أي أقصد أن الكيان الصهيوني يكذب ويكذب ويكذب، ويريد أن يمرر عملية الاقتحام بطريقة هو يصممها ولا يكون هناك مواجهات. ثم إذا حصل هناك ذبح للقرابين يقول أنه الأمر قد فلت وأنه لم يستطع السيطرة، في حين أن المرابطين لم يتعرضوا لأحد. المرابطين موجودين في المسجد، ودخوله من ساعات الصباح الأولى الساعة 5 فجرا في عملية استمرت حتى 10 صباحا، وهو يسعى، وقد أربكه وجود هذه الجموع من المصلين في داخل الحرم المقدسي، وهم الذين أربكوا سير المتطرفين الصهاينة ومنعوهم من الدخول. هذا العنوان هو الذي يمكن أن تتدحرج الأمور من خلاله، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد. قد تدخل المقاومة في غزة على الخط لتمنع أي استفراد بالمجاهدين أو المرابطين في داخل المسجد الأقصى. إذا من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا سيد محمد مشينش، شكرا جزيلا لك.